السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم الدرس ديال ملاقية غتكون سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت احترافية ودغية تطلع. انا عارفة باللي النساء تيبغيو الحاجة اللي كتكون زوينة ودغية تطلع في نفس الوقت. هذه خدمة سهلة في نفس الوقت داغي كتطلع بسرعة. قطعوا هاد الخيط هذا فدابا ثبتنا الخيط. دابا غنقومو بعملية الحبيك. الحبكة أغلبية النساء تتعرف كيفاش الحبكة، فهنا غنرجعو نضربو دائما في هاد البلاصة الأولى. أول حاجة كنضربو في التوب. الضربة الأولى كتكون في التوب، الخيط تيكون من الفوق، حيت في هاد الحبيك خاصك تنتبه الاتجاهات ديال الخيط. المرة الثانية الخيط غادي يكون في الأسفل بحال هاك في الأسفل، وغترجعي تضربي في هاد العين اللي حنا كوناها في الأول. ترجعي تضربي بحال هاكا. دابا غيكون الخيط في الاتجاه الأعلى وغتضربي في التوب. ثبتيه مزيان وترجعي تضربي في نفس هذا، والخيط دائما هنا انتبهي ان الخيط في الجهة السفلية. هترجعي تضربي في هاد العين الاولى، هتستمري في العملية حتى النهاية، حتى النهاية ديال الملاقية كاملة. هذا غادي نرجعو نديرو صف اخر، صف تاني حتى هو حبكة. ترجعو تحبكو من جديد. هذه الطريقه ديال الحبيك، خدمه سهله واحترافيه في نفس الوقت، كتجي زوينه وهي حصريه. استمروا بنفس هاد الطريقه كيف ما وريتكم. الان غادي نقوموا بنفس العمل في الصف الثاني. كيف ما كتشاهدوا معايا انا هنا بديت غنضربو هنا نفس العمل، يعني هاد الحبكه اللي درنا في الصف الاول غادي نديروها دابا في الصف الثاني. غتبقاو غاديين غتستمروا بنفس الطريقه حتى تكملوا هاد الصف كامل. عاد غادي نرجعوا نوريكم الطريقه اللي غادي نديروا. استمروا في العمل نفس الطريقه. هنا كيف ما كتشاهدوا معايا من بعد ما عملت سطرين من الحبكه، درت السطر الاول والسطر الثاني، عملت في الجهة المقابلة الحبكة ولكن سطر واحد. عملت هنا سطر واحد من الحبكة. دابا هنا كيفاش غنجمعوا ما بين هذا وهذا؟ غادي نجمعوا بيناتهم بالدرس. تابعوا معايا الطريقة ديال الاشتغال ديالو. اول حاجة غادي نضربوا هنا في الحبكة، ثم غادي نديروا نرجعوا لهاد اللي خدمنا في الاول وغنلويو جوج لويات كيف ما كتشاهدوا. جوج اثنان، وهنا غنرجع نرجع الخيط للامام بحال هكا بهذا الشكل، وغنضرب هنا هاد الصف اللي مقابل وغنشد مزيان وغنرجع نضرب في هاد العين. هذه هنا تكونات عندي واحد العين. هاد اللون صراحه هاد اللون بني، ما واضحش نهائيا في العمل، ولكن كنتمنى الفكره تكون واضحه. هو مجرد هنا درس ديال جوج صغير سهل وبسيط. الخدمة سهلة في نفس الوقت كتكون أنيقة، ممكن تستعملوها في جلالب ديال الصيف، جلالب الخفاف اللي ما تيبغيش يستعمل فيهم بزاف ديال الأشكال. هنا غتستمروا. أنا هنا استمريت في هذا العمل
حسبت هنا 20، 20 وحده اللي غادي نستمر بها، وغادي ننقص باش ندير هذا الفراغ هذا اللي كتشوفوا فيه. هنا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، مازال غادي نستمر حتى نوصل ل20 وحده. عاد غادي ندير هذيك العمليه، كرزو هنايا هذه مزيان باش تجيكم مزيره. جمعوا من هنا، ترجعوا الخيط بحال هكا، رجعوا الخيط، انتبهوا الاتجاهات ديال الخيط مزيان، دائما كنرجعوا نضربوا في الحبكه، الحبكه الاولى اللي درنا هنا. من بعد ما وصلت ل20 20 درس صغير، هنا غادي نضرب في هذه بحال هكا، وغنخلي هاد البلاصه ما رجعش نضرب في هاد الفراغ كيف ما في الاول، غنضرب في الجهه في اللي حداها، غنزيد ضربه اخرى. هنا من بعد ما تكونات عندي هذه هي اللي غادي نضرب فيها، وغادي نلوي جوج لويات كيف ما تعاود. كيف ما قلت لكم غادي نخليو هاد الحبكه هذه وغنضربوا في الحبكه الثانيه. هاد الطريقه اللي ما بغيتوش تستعملوها بلا ما تستعملوها ماشي مشكل، نرجعوا نخدموا دابا عادي كيف ما وريتكم في الاول، نرجعوا نضربوا هنا وغادي نكملوا خدمه عادي كيف ما تعودنا. الدرس ديالنا خفيف صغير وسهل انيق في نفس الوقت. تستمروا عادي جدا هكا عادي، مكاينش شي حاجه صعيبه. كنعتذر على الصوت ديال الضوضاء، كيف ما شفتوا هنا كنخليو هاد الفراغ، كنخليو هادي تبقى 1 2 3، بقى غادي مستمرين حتى نوصلوا ل20 ابتداء من هنا غتبداو تحسبوا. كنتمنى العمل ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا على المتابعه، وما تنسوش لايك اند سبسكرايب، وشكرا جميع المتابعين.